مستحقة لكل الناس، لكل التنظيمات، لكل الأحزاب السياسية، وبالتالي فإننا نؤيد أي تعبير سلمي ونشارك فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونعتقد أن سلمية الثورة هي موطن قوتها إن شاء الله نحافظ عليه. كان الرئيس عمر البشير قد دعا القوى المعارضة إلى المسارعة للانضمام للحوار والإعداد الجاد للمشاركة في الانتخابات المقبلة تحقيقا للشورى والديمقراطية الحقة وفق تعبيره. أؤكد مضينا في منهج تعزيز وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة لجميع